من هو أول سلطان عثماني قتل إخوته بدون حق؟ من هو أول من أهدر دماء الأبرياء دون أن يكونوا قد فعلوا شيئا يستحق ذلك؟ عن هذا السؤال أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. حقيقة فإن أول سلطان قتل إخوته دون وجه حق هو السلطان مراد الثالث، فما إن جلس على تخت السلطنة حتى أمر بقتل إخوته الخمسة أبناء أبيه السلطان سليم الثاني والذين كان أسماؤهم على أسماء إخوته ما عدا بايزيد طبعا. وقبل مراد الذي حكم في أواخر القرن السادس عشر أقدم عدة سلاطين عثمانيين على قتل إخوتهم وأولادهم، ولكن ذلك كان دائما بسبب سواء كان ذلك تبعا لخيانة أو تمرد. حتى السلطان سليمان القانوني أقدم على قتل ابنه مصطفى بعدما وضعت بين يديه حجج دامغة والتي يتفق أغلب المؤرخين على أنها كانت مزيفة، ومع ذلك فالسلطان لم يقتل ابنه إلا بعدما وضعت حجة أمامه. نفس الشيء بالنسبة لبيزيد فقد تم إعدامه بعد أن تمرد، ونفس الشيء بالنسبة للسلاطين الأوائل الذين ارتكبوا هذه الآثام بحجج وأسباب، إلا أن مراد الثالث كان أول سلطان يقتل الأبرياء. قتل إخوته الخمسة دون رأفة أو شفقة ودون أي دليل على الخيانة، ومن بعده سار أولاده وأحفاده على سنته، فقتل ابنه محمد الثالث 19 أخا من الأطفال وسالت الكثير من الدماء البريئة بعد ذلك. وبالتالي فإن مراد الثالث هو من سن هذه السنة المقيتة مع الدماء البريئة النقية. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي.